ففي الشريعة الإسلامية عندنا أحكام، هذه الأحكام نهاية المطاف فيها أنها كلها من حقوق الله علينا، لكن العلماء قالوا هناك أحكام، هذه الأحكام حق لله سبحانه وتعالى، هذه النصوص أوجبت علينا أحكاما تكون علينا حقا لله، أي واجب علينا اعتقادا من جهة الله سبحانه وتعالى، كما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله على كل شيء قدير. هناك حقوق تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وهناك حقوق تعلقت بالمخلوقات، وتفصيل هذه المسألة حق الجار وحق الزوجة وحق الأب وحق الأم وحق وإلى ما يتبع ذلك. الآن التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى من الحقوق الواجبة علينا. المسلمون اجتمعوا على تنزيه الله، لكن اختلفوا فيما هو كمال وفيما هو نقص، لكن بالنسبة للتجسيم من حق الله علينا سبحانه وتعالى أن ننفيه عن الله. يعني الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالأمور، يتكلم بالجمل، يتكلم بالمعاني التي لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى من جملة الأجسام، وأجمعت الأمة على تكفير المجسم المصرح، إذا قال الله جسم، الغير المصرح مدعوه.